بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الانبوت اللي معانا يا جماعة من نوع URL Uniform Resource Locator بخص بها عناوين المواقع. طبعا مش راح تشوف فرق جامد لو أنا عملت ريفريش ما بينه وما بين أي تكست تاني، بس أنا أظن الناس فهمتني القصة بتاعت الأوتو كومبليشن وإن المتصفح يبتدي يستدعي لك موقع أنت كنت استخدمته قبل كده من باب إن المسألة تبقى وظيفية في استخدام الكود، يعني الجانب ده كان خاص بالعنوان بتاعك. بنشوفها في المواقع اللي لما تيجي بتسجل فيها، بالذات المواقع البيزنس بيقول لك اكتب لي الرابط بتاع الدومين بتاعك اللي هو العنوان الموقع بتاعك يعني. فلو أنت جيت كتبت مثلا أو ضغطت عليه دبل كليك بيروح يجيب لك قائمة المواقع اللي أنت كنت مشارك بيها قبل كده في الفورمز، فبتبتدي تختار منها، أنت مش محتاج تكتب أو يعني. انت بس بتختار من موقع اوريدي موجود لو انت كنت دخلته قبل كده على الاقل مره واحده وما فضيتش الكاش بتاعت البراوزر بتاعك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.